السلام عليكم. الدولة اليمنية التي ليست ملك له ولأقاربه مصيرها الدمار الشامل، هذا ما تقوله سماعة الهاتف في مكالمات صالح التي أزاحت الستار عن فصل من فصول إسقاط الدولة في بلادنا والسلاح المنهوب الذي تم توجيهه لحروب الانقلاب والاجتياح في المدن والأرياف اليمنية. جزء من السلاح المنهوب الذي تم الحديث عنه في تحقيق لقناة الجزيرة تساقط على رؤوس المدنيين من يريم إلى التواهي ومن الزاهر إلى البيضاء في البيضاء إلى أطفال بيرباشا في تعز، حتى الطفلة المخضبة التي سقط عليها صاروخ كاتيوشيا في ليلة العيد بمدينة مأرب كان ذلك الصاروخ من السلاح المنهوب. الأدوار الخفية التي لعبها مهندس إسقاط الدولة كثيرة، من بينها تفتيت الجيش والقبيلة لصالح الميليشيا وبث النزاعات وفتح ما عرف بالخط الأسود الذي تمر من خلاله الميليشيا لاجتياح اليمن. ما تصنعه التحقيقات والوثائق أنها تؤكد حقائق كانت متداولة شفهيا وغير مؤكدة كإثباتات وشهادات، وهذا عمل خالد كونه يسهم في حفظ ذاكرة شعب تعرض إرشيف التاريخ وواقعه لمغالطات وتزوير ممنهج. تفاصيل سنحاول في المساء اليمني تتبعها، من بينها السلاح المنهوب، سلاح الشعب للحرب على الشعب، اتصالات صالح التي أفصحت عن شخصيته وكيف عمل صالح على تثبيط مشائخ القبائل لمنع أي مقاومة للحوثي في عمران، وكذلك الإساءة لقائد عسكري تعرض للإصابة في معركة عسكرية كان صالح حينها القائد الأعلى للقوات المسلحة. مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي والذي أيضا سينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ الدكتور عبد الباقي، كيف حالك؟ أستاذ دكتور عبد الباقي، يعني في هذه الحلقة سنتحدث عن كيف استطاع المخلوع صالح أن يهندس سقوط الدولة. ربما هذا الأمر كنا نتحدث عنه دائما ونكرره، أن صالح هو وراء الانقلاب، ولكن ربما حين تتأكد تلك الأحاديث بكثير من الشواهد. دعنا بداية نشاهد هذا التقرير ثم نعود. وش بقى تسوي انتو؟ هو على الأقل نقول لي يا أخي ما تمنت هكذا، يعني الجيش، القبيلة، السلاح والمال، هذه المفردات التي أفصحت عن ذهنية مهندس سقوط الدولة والتي كان رئيسها في يوم ما والقائد الأعلى للقوات المسلحة في جيشها الجمهوري. التحقيق المنجز في قناة الجزيرة عن السلاح المنهوب أزاح الستار عن جزء من المعلومات وكشف الأصابع الخفية التي فتتت الدولة والجيش وعبدت الطريق للانقلاب والاجتياح وتحويل سلاح الدولة إلى عتاد للميليشيا لتشن حروبها على اليمنيين. هذا قناة من قوات التدخل السريع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يجزي خير. هذا المخلوع صالح يثبت يوما بعد آخر أنه لم يكن سوى زعيم عصابة استولى على موارد الدولة ومقدراتها، إلا أن سلاح الدولة المنهوب والذي سلمه لميليشيات الحوثي الانقلابية سيظل جرحا غائرا في ذاكرة اليمنيين ووجدانهم لحرب تمتد لعامين دمرت خلالها المدن وأزهقت أرواح آلاف اليمنيين وانتهكت حقوقهم. كان المخلوع صالح هو المجرم الأول والقاتل الأول في كل جريمة تحدث منذ الانقلاب وقبله. استعان الرجل بأعدائه السابقين وحلفائه ورجال من أعضاء حزبه المؤتمر وقيادات عسكرية سلمت زمام وحداتها لميليشيا لا تعرف غير القتل والنهب. ظل التعليم والاقتصاد والصحة والبنية التحتية في أسوأ المراتب بحسب التقارير ومؤشرات النزاهة، فيما ظل صالح طيلة سنوات حكمه يستولي على موارد الدولة ومقدراتها، وبالمقابل مارس كل الأدوار منها الخفية والمعلنة من أجل تدمير الدولة عقب إزاحته من كرسي الحكم في ثورة الشباب السلمية تحت منطقي أنا والطوفان من بعدي. الفيلم الذي تضمن مكالمات مسربة تكشف عن عقلية الرجل الذي كما قيل إنه لم يفكر يوما ما بعقلية رئيس دولة، وإنما كان زعيم عصابة بامتياز وقاطع طريق، جاء ليؤكد أن ثلاثة عقود لم يكن همه فيها سوى نهب ثروات البلاد وتمكين أقاربه من مفاصل الدولة والقضاء على كل صوت يعارضه. إذن مشاهدينا الكرام، جديد ترحيبي بالدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، لو بدأنا بالحديث عن هذا التحقيق الذي تناول السلاح المنهوب، كيف قرأته بشكل إجمالي؟
طبعا بالنسبة للقراءة نحن الآن في ما يسمى عملية تراكمية. نحن كان في يعني عدد من التقارير السابقة وكل اليمنيين يدركون ويعلمون ولكن بكل هذه التفاصيل، ولكن لا يمكن لها أن تصبح حقائق إلا بإثباتها. وبالتالي نحن كان لدينا يعني معطيات متقطعة، كان لدينا مؤشرات، كان لدينا ما يسمى بقراءة الواقع وفق الاستشراف ومؤشرات. وعندما كنا نتحدث عبر القنوات وعبر الكتابات كانوا كنا نتهم بأننا مغالون وأننا أطراف سياسية، لكن نستطيع القول اليوم مع هذا التقرير لم نعد نتحدث عن خيوط اللعبة. يعني انتهى، كانت خيوط اللعبة في مرحلة سابقة لأن ما كنا نفكك النص ونفكك الإشارات، لكن الآن بعد مشهد هذا مكشوف. مشهد كان الآن الأمور وضحت وتماماً، أصبح الأدوار واضحة واللاعبين مكشوفين، وأعتقد علينا أن نقطع مع ما تم في السابق، وينبغي أن نعيد إدارة الصراع وفقا للمعطيات جملة على مستوى المشاورات على مستوى كشف اللاعبين. فنحن اليوم تكشف لنا يعني دور المخلوع صالح في تسليم مدينة صنعاء وفي ما ارتكاب ما يسمى الخيانة الوطنية بكل وضوح. الخيانة الوطنية هذه خيانة وطنية ينبغي ألا تمر بشكل سريع. نحن سنتحدث عن شخصيته كشخص لديه جنون العظمة ولديه شعور بأنه أذكى رجل في اليمن وأنه قادر أن يلاعب الجميع، وقادر لأن الظروف خدمته في الخروج من أحداث يعني 94، خدمته في إزاحة الإشتراكيين، في إزاحة وإقصاء حزب اليمني الإصلاح، في التخلص من 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 المنافسين، في حتى قطاع الجيش كيف استطاع أن يدخل اللواء علي محسن في حروب لإضعاف قطاعه العسكري وتقوية الحرس الجمهوري، كيف حتى التجنيد. كنا نعتقد أن تجنيد الطلاب بهدف ما يسمى خلق يعني شباب يدافع عن الوطن ورديف، اتضح أن هذا التدريب كان هدفه أنه يعد جيش من مناطق محددة ومن انتماء محدد، ووزع الطلبة على حراسة السفارات وطالب يضرب كلاشينكوف في معسكرات، ولكن لم تكن لديه هدفا وطنيا قط منذ بدايته الأولى وهو يؤسس لمشروعه. وأعطي إشارة وسأعود للتحقيق. نعم. الإشارة الموضوع الدكتور يعني يتضمن مواضيع كثيرة، لو بدأنا بالحديث فقط عن السلاح المنهوب والذي يعني كيف تحول من سلاح للشعب لسلاح يحارب ويوجه للشعب. طيب دعيني أكمل، قلنا سننطلق من بدايته الأولى غير الوطنية إلى أن تم تداول قبيل الثورة الشبابية، بدأ يسرب مفهوم الدولة الصالحية. إذن كان يمر بمشروع متدرج. بالنسبة للسلاح نحن الآن هناك كثير تناولوا الخطاب وتناولوه من جانب إخلاقي، يعني أنه كيف تعامل إخلاقياً. نحن الجانب الإخلاقي سنتناوله، ولكن نحن الآن ينبغي أن نعد ملفاً. الآن هناك وثائق وينبغي تجميع الوثائق، وينبغي أن نعمل في مستويين. المستوى الأول على السلطة الشرعية أن تكشف بأوراق، أن تكمل ما تم به الجزيرة وتجمع هذه الوثائق وتضيف عليها وتقدمها في إدارة العملية الدبلوماسية في الخارج. عليها أن تقدمها للدول الرائعة للأمم المتحدة، وعليها أن تقدم الدعم الكامل للشخصيات المدنية ولمنظمات المجتمع المدني لتقوم بالضغط عن طريق العمل الشبكي مع منظمة حقوق الإنسان مع منظمة الداعمة، لأن هذا السلاح أولا نهب من مخازن الدولة اليمنية تم تهريبه، ثم أنه زود الميليشيات وزود قطاعته بسلاح يقصف الشعب اليمني، وبالتالي الدليل واضح. ثم أنه ارتكب خيانة وطنية عندما المكالمات تعطي تسريبات واضحة بأنهم يريدون رأس القشيبي، أنهم يريدون عمران، وبالتالي أنت الآن لديك إثبات ودليل واضح. في السابق كنا عارفين، نحن نعلم وكنا ندرك
أن الأمن القومي والأمن السياسي يعطي التقارير للمخلوع صالح قبل عبد الرب منصور هادي، ونعلم أنه ما زال مسيطر، ونعلم أن الأمن المركزي ميليشيات متقدمة للحرس الجمهوري، ونعلم أن الحرس الجمهوري لديه قطاع مخابرات مستقل، ولديه تصنت مستقل، ولديه تدريب جيد وسلاح جيد، وندرك تماماً أن توزيع المعسكرات صنعاء من أجل حمايته، وندرك أن صنعاء كلها أنفاق، وندرك أن جهاز الرقابة والمحاسبة من أجل الضغط على الكبار موظفين الدولة بهدف السيطرة عليهم، وأن الأمن القومي يتبع رئاسة الجمهورية، والأمن السياسي يتبع رئاسة الجمهورية، والهيئة العامة للفساد، وكل هذه المنظومة لا تستطيع أن تحاكم أكثر من وكيل وزارة، وبالتالي لابد من العودة إلى في هناك قانون يخول فقط لرئيس الجمهورية، أن السلطة الشرعية أصبحت مجال امتدادي للسلطة التنفيذية، وأن السلطة محتكرة بيد المخلوع، ونحن أمام تقويض للدولة الوطنية وتقويض العملية الديمقراطية. لكن نتحدث عن الآن، هناك الحق العام، الحق العام، هناك الحق العام الذي علينا ألا نتحدث بدوره، ونتحدث من جانب إخلاقي، ونتحدث من حيث أنه استخدم ألفاظا وقال أنه يعني كلب. نحن نتحدث الآن عن وثيقة هامة لاغتيال قائد عسكري، وينبغي أن نوصل الرسالة لكل القادة العسكريين، انظروا كيف يتعامل معكم. نحن نتعامل أن هناك محاولة اغتيال، وعلى الانتماء الاجتماعي للقشيبي الآن عرف من هو الذي اغتال وقتل بدم بارد وبخطة وبتنفيذ المخلوع صالح والحوثيين. نعم. بالتالي عند عمران دكتور، يعني طالما وصلنا إليها، يعني اجتياح وانقلاب ربما بدأ في عمران، أو بدأت ملامحه تتضح في عمران، إذا أنها البوابة الرئيسية للدخول إلى صنعاء. تواصل صالح مع المشايخ بطريقة، يعني الذي يستمع للتسريب لم يقل لهم انضموا مع الحوثي، ولم يقل لهم واجهوا آل الأحمر بوضوح، وإنما كان يعني يوجههم بطريقة ذكية للغاية. هل تريدون أن تكونوا أتباع لآل الأحمر؟ هل تريدون أن يعني وجههم، أو يعني أعطاهم وصفة، إذا قاومتم الحوثي فأنتم مع آل الأحمر، هل تريدون ذلك؟ يعني بطريقة فهلوانية كما يقال. لا، هو هناك لفظة لازمة لديه، ليس في التليفون. ليس في التليفون، هذا هناك لقاءات مكثفة مع هؤلاء الشخصيات، وهناك حتى لما يتحدثون عن المال ليس بالتليفون، هو يعلم ذلك، وبالتالي هذه حوار تليفوني تذكيري لما تم الاتفاق عليه بالسابق. هناك لقاءات بين الحوثيين وقبائل في سنحان وفي كل هذه المناطق، واتفقوا قبيل الانقلاب بفترة، ولدي معلومات أنه تم التنسيق وتم الاتفاق على أنهم حتى على الصرخة اتفقوا إنهم ليس بالضرورة أن يؤدوا الصرخة، وهم يعرفون مسبقاً أن في البداية لن يؤدوا الصرخة، ولكن تدريجياً سيؤدون الصرخة. بالتالي خيوط اللعبة واضحة جداً، الحوثيين لا يستطيعون دخول صنعاء كما تعلمين فقط، يعني القشيبي كان لديه 90 دبابة في المعسكر، ولديه يعني الألوية وكتائب ولواء عمر، وحتى تاريخياً من أيام التاريخ، والعسكريين يدركون أن يعني سقوط عمران يعني سقوط صنعاء. بالتالي أنا مدني، ولكن لدي معلومات من قراءة تاريخية من استطلاع أن هذه المدينة إذا ما تم إسقاطها فإن صنعاء في المتناول. هذا على المستوى العسكري. على المستوى السياسي وعلى المستوى الوطني، تعز هي بوابة الجمهورية. بالتالي أنت لديك مدينتين، رئيسة مدينة عسكرية، وأيضا قام بعسكرة. شوفي، خلال سنوات كان يجند فقط من القبائل المحيطة بصنعاء، وكان بضمانة الشيوخ، وبالتالي أنت يعني كل القبائل المحيطة وتم تجنيد أبنائها وأعطاهم أموال، وبالتالي الإشارات منه الإشارات. وأقولها للمواطنين أيضا، كيف كل شيء كان مشروع عائلي، كل جسور صنعاء، وقلتها من هنا، كل جسور صنعاء التي يعتقدون أنها من أجل البنية التحتية كلها جسور مخارج أنفاق لهروبه نحو المطار إلى سنحان إلى الحرس الجمهوري. السائلة هذه نقل وزارة الدفاع من شارع القيادة
إلى باب اليمن. لماذا؟ حتى تصبح تبع قطاع الحرس الجمهوري ولا تخضع لعلي محسن، كان هناك صراع. نعم. خلها على مسافة قصيرة من الرئاسة الجمهورية، وبالتالي السائلة وهذا المشروع التاريخي ومش عارف إيش سلامته على حسب المواطنين كذا من أجل أن يكون قريبا للرئاسة الجمهورية. كل جسور صنعاء من أجل المخارج، كلها 60 إلى المطار ومن ثم المالية إلى القصر الجمهوري، كل هذه المشاريع من أجله هو فقط، كل مشاريع صنعاء التنموية. معسكر الأمن المركزي تم تدريبه وإعداده ليكون مليشيات متقدمة للجيش، لقطاعات نعم. الجيش. إذن عند هذه النقطة دكتور يعني انضم معنا عبر الهاتف العقيد عنتر الذيثاني وهو ضابط في الجيش الوطني من مأرب. مساء الخير سيادة العقيد. أهلا وسهلا سيادة العقيد. يعني حول التحقيق المتعلق بالسلاح المنهوب الذي تم نشره في قناة الجزيرة، حدثنا عن بعض التفاصيل، خاصة وأنت كنت الذين يعني أحد من يقودون المقاومة في عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص السلاح المنهوب الذي قاموا جماعة وميليشيات الحوثي وأصحاب علي عبد الله صالح بنهب من المعسكرات، لم يكن فقط في حرب عمران عام 2014، إنما كان من قبل ذلك، منذ أن بدأت حرب الميليشيات مع الجيش اليمني بقيادة ألوية الفرقة الأولى من درع، وعلي عبد الله صالح يمارس الدعم المباشر لجماعة الحوثي بسلاح الشعب لقتل أبناء الشعب وقتل أبناء الجيش، خاصة الذين كانوا ينتمون إلى فصيل معين من الجيش وهي ألوية الفرقة الأولى من درع، ليتخلص من هذا القضاء الذي كان يعني قضاء وطنيا في ضمن الجيش اليمني. اليوم نعم. السلاح الشعب بيد هذه الميليشيات بعد أن سلمها علي عبد الله صالح وأدخل ميليشيات الحوثي عبر التنسيق بين جماعة الحوثي ومشايخ القبائل الذي كانوا ينتمون إلى حزب علي عبد الله صالح المؤتمر الشعبي العام، وضباط من الجيش اليمني في الحرس الجمهوري، وضباط في الأمن السياسي، وضباط في الأمن القومي. أوعد إليهم علي عبد الله صالح بتسهيل دخول الميليشيات إلى ثم إلى صنعاء، ثم فتحت لهم المعسكرات في عزم وزير الدفاع الذي كان في حينها محمد ناصر أحمد، وكان قد اجتمع بنا عدة مرات ونحن مع نعم. ماذا عن تفاصيل هذه الاجتماعات سيادة اللواء العقيد؟ نعم يعني أنت تحدث أن وزير الدفاع السابق كان يلتقي بكم، كان هناك أيضا استدعاء لكم وأنت من ضمن الذين تم استدعائهم أثناء المواجهات في عمران، حدثنا عن تفاصيل تلك اللقاءات. والله استدعيناه في يوم 7 في بداية شهر 7 قبل استشهاد السيد حميد القشيبي بعشر أيام، تم استدعائنا من أجل أن نخلي مواقعنا من المقاومين، ومقابل هذا أنه سوف يلتزم فيما بعد أنه سوف يقنع الحوثيين بالخروج من عمران والنزول من المواقع. كان يحاول استدراج المقاومين والذين يدافعون عن مدينة عمران وعن وفي المناطق المجاورة والمحيطة بعمران، لكننا كنا نعلم أن هذه خيانة لأنها الأولى، رفضنا النزول من المواقع. وكان يحاول جاهدا هو اللجنة المشكلة في حينها أن ينزلوا المقاومين خاصة في المناطق المحيطة بعمران وقبيلة حمان، رفضوا المواطنين النزول لأنهم قالوا نحن ندافع عن أعراضنا وعن بلادنا من هذه الميليشيات، والذي يجب عليك هو أن تقف بجوارنا. وقعت الخيانة فيما بعد وسلمت عمران، وتم خيانة العميد حميد القشيبي واللواء 310، وفيما بعد دخلت الميليشيات إلى صنعاء وتم فتح المعسكرات لهذه الميليشيات بإعاز من وزير الدفاع في حينها وتوجيه من علي عبد الله صالح لعناصره من مشايخ ومن ضباط وغيرهم، وها هي اليوم سلاح الشعب يقتل الحوثي به الشعب في فعز ومن قبل ذلك في عدن في كل المحافظات، واليوم مخزن في احواش وفي بدرومات الهاشميين في الجراث وفي بني حشيش وفي كثير من
الحارات والأحواش التي يمتلكها الحوثيين في أمانة العاصمة، نعم، المناطق المحيطة في أمانة العاصمة وفي صعبة وفي عمران. هذه الأسلحة التي هربها علي عبد الله صالح ودي سلم سلاح الشعب وسلاح الدولة لهذه الميليشيات والعصابات لتقتل أبناء الشعب. ولم يتآمر فقط على اغتيال الشهيد القشيبي، إنما بهذه الجريمة وبهذه الخيانة الوطنية العظمى تآمر على قتل الشعب وتآمر على قتل واغتيال وطن بأسره. نعم، إذا عقيد عنتر، يعني كيف استطاع صالح أن يعني يحول مسار مشايخ القبائل ليمهدوا الطريق للحوثيين؟ لا شك أن علي عبد الله صالح وبعض مشايخ القبائل تربط بينهم شبكة مصالح، نعم، شبكة مصالح قديمة، وكثير من المرتزقة وكثير من يعني لم يترسخ في أذهانهم حبهم يعني الولاء للوطن، إنما كان ولاءهم لشخصه وولاءهم للمصلحة، هذا ما جعلهم أصبحت عندهم هذه عقيدة. ليست لديهم أي عقيدة وطنية، إنما كانت عقيدتهم هو الولاء لعلي عبد الله صالح الذي يغذيهم بمال الشعب ومصالح مرتبطة بينهم وبين المخلوع، مما جعلهم يعني يستجيبون له ويبيعوا شعبهم ويخونوا أمتهم مقابل أن يسلوا لهذه الميليشيات العميلة التي تعتبر ذراع إيران في المنطقة وفي جنوب الجزيرة العربية، وسلموا لشيء وسهلوا لهم بعد ذلك الدخول وتآمروا فقط أيضا يعني لتصفية حسابات، لأنهم قل من الجهلة يعني فرصة أن الحوثي يدخل في منطقة أصفي حساباتي مع شخص معين أو أصفي حساباتي مع حزب أو ضرف معين. وكنا ننصحهم ونقول لهم أن هذه خيانة للوطن وأنكم تضرون بالوطن وتضرون بالثوابت الوطنية وتضرون بسبتمبر وأكتوبر وستضرون بأنفسكم، لكنه كما يعني عودهم علي عبد الله صالح من تشرب في قلوبهم حب المصلحة والولاء لغير هذا الوطن وهو الولاء لشخصه، مما جعلهم يسهلون مهمة الحوثي لعمل الانقلاب والانقلاب على كل الثوابت الوطنية. نعم، العقيد عنتر الذيفاني الضابط في الجيش الوطني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مأرب. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور، أودت أن تعلق على حديث العقيد عنتر. إن شاء الله نحاول أربط مع السابق، بس دعيني أربط بخيط فاصل بالنسبة للتعامل مع القبائل وكيفية التعامل. سأستشهد ببعض المؤشرات الهامة. المؤشر الأول أنه جعل مأرب والجوف يعني قبائل تقطع طرق وقبائل قاتلة وأصبحت منبوذة، بينما هي قبائل الآن بيّنت لنا أنها تحمل المشروع الوطني وأن الجمهورية الثانية يعني عمودها ورجالها وأساسها وأول قاعدة انطلاق لاستعابة الدولة والجمهورية الثانية انطلقت من مأرب. وشاهدنا من مأرب أمام يعني أشخاص ومشايخ بلبسهم التقليدي برؤية وطنية راقية وعالية. هناك من يتقاسم معك الخبز والنفط والماء، ولم نسمع خطابا من مأرب يتحدث أن هذا النفط نفط مأرب ولا هذا الوطن هذا ما نملكه يملك المنطقة. نحن اكتشفنا مجتمعا آخر وقبائل آخر. ولهذا سأذكر بقضية المشن، دعيني لا تقطعيني بالفاصل. المشن أول من اختطف الملحق الثقافي الأمريكي، كان جزاؤه تعيينه مدير أمن الجوف، ثم اختطف مرة أخرى وإلى أخرى وعينه مستشار وزير الداخلية، ثم هذا الرجل شيئا فشيء أعلن ولاءه إلى الحوثي واتضح وزار الحوثي وكان سلسلة. اثنين، كان يعمم ثقافة الأعراف القبلية على سيابة القانون، بمعنى من حادث السيارة ثلثين بثلث، وحتى هو خضع في قضية من القضايا وحكم، وكان يطلق النار على الوزراء ويذبحون الثور وهكذا، عمم هذا الانفلات. اثنين،
بالنسبة للقبائل أنا شخصيا قد طلب مني الشيخ عباد أحد مشايخ بني ظبيان في فترة من فترات أن نضع خطة وفقا لطلب الرئيس نفسه ولم لي علاقة بالرئيس، ولكن هذا الشيخ الوطني طلب مني أن أضع رؤية لكيفية معالجة الثار اليمني، وأنه ينبغي، وأنا نظرت لها منظر وطني، يمكن أن نساعد في تصنيف الثار الوطني والثار الاجتماعي، ووصلنا إلى أن في ردى على سبيل المثال أعلى نسبة ثار وشروع بالقتل، وأن هناك ثار وطني يمكن حله عن طريق الصلح، وهناك ثار لا يمكن حله، ولكن وقدمت هذه الورقة وأنا من الذين ساهموا مع هذا الشيخ الوطني وقدمت، لكن الرجل استخدم فقط عمل حوالي هدنة من إجراء انتخابات ولم يلتزم بالخطة لاثنين. نعود دكتور، أعود بس أكمل الفكرة لو سمحتي. بالنسبة لقبائل حاشية وتبكيل، إذا ذهبت إلى أيام مشكلة في عمران عندما تم النزوح إلى منطقة عمران انفجرت قضية، وهذه القضية تمتد إلى 1800 أو 1000، يعني قضايا طويلة. الرجل لم يكن يحمل مشروعا لحل الثار الاجتماعي، بل كان يعمل على تغذية المشايخ ضد بعض، وكان يقدم السلاح لكل القبائل ويتركهم في صراعات، ويخلق مشايخ يعني يدعم بعض الشخصيات لمنافسة مشايخ آخرين، وكان يحاول أن يستقطبهم بالمال وبالتهديد والآخر، وبالتالي لم يعمل على إيجاد مدارس وتعليم. دكتور نذهب لهذا الفاصل ثم نعود لاستكمال حديثنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني تفسيرك الاجتماعي السياسي أيضا لكل هذه الأحداث التي مرت بها اليمن بتخطيط من صالح، يعني نحن نتذكر جيدا الخطاب الذي تحدث فيه أن لا دولة بعدي وأن الخراب هو الذي سيحل بهذه البلد، وكان يقولها من باب أنا النظام، يعني بدوني سيخرب كل شيء، ولكنه أثبت كل تلك الأحاديث بسلسلة من الأحداث التي ربما في كل مرة يحدث حدث. نتذكر ذلك الخطاب حين قال ستكون حرب من طاقة لطاقة، سيتدمر الجيش، ستخرب البلاد، كل تلك التفاصيل عشناها واقعا ونكتشف أنه من كان يدبر المسألة. ليس لأنه بطل خارق ولا لأنه يهدد ويمتلك القوة، هو شخص بنى كل يعني وظف كل مقدرات الدولة لحماية مصالحه. بمعنى عندما كان في بداية صعوده كان يختار حتى طلاب الكلية الحربية والشرطة ويمتحنهم هو، آخر أيامه وصل وأربط وساعد لك، كان معين حتى مدراء المستشفيات وعقاد الحارات، اكتشفنا أوراق حتى عقاد الحارات لأنه يريد أن يسيطر على هذا. اثنين، في أخطاء ارتكبت من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عدلت الدستور وتنازلت كثيرا، وبالتالي هو أنا عندما قمت بدراسة بعض كثير من الدراسات توصلت الرجل دستوريا هو يعين نائب الرئيس ويعزله، هو يعين رئيس الحكومة، كانت هناك مساعدات سمحت له أن يكون لديه مجلس شورى وبرلمان، البرلمان يأخذه بالقوة بمقدرات الدولة ويأخذ ثلثين بالقوة بكل بأي شكل من الأشكال، ماديا تهديدا قوة ثلثين، وسمحت له وفقا للدستور أن يكون له مجلس شورى، هذا مجلس الشورى المعين يمارس مهام دستورية، ثم هو وزير الدفاع، ثم سمحت له أن يضع هي عليا لمكافحة الفساد، ولكن منحته قانون يخول فقط بمحاكمة الوزراء إليه، ثم أسس الأمن القومي دون حتى أن نسمع صوت من المعارضة، وهذا الأمن القومي بكل أموالنا وبكل موارده يرفع التقرير فقط له، ثم الأمن السياسي يرفع التقرير له، ثم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتبع رئاسة الجمهورية، ثم الرجل يبني هذا كله، ثم ذهب إلى الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري حاول أن يدربه، دولة الرجل الواحد يعني. الرجل بنى وركز السلطة حوله ثم سيطر على المؤسسات، حاول أن يقوض الرسمالية الاقتصادية في تعز وفي عدن، هناك رساميل تم إقصائها وتهميشها وتدميرها اقتصاديا، وخلق نخبة اقتصادية جديدة من جغرافية محددة ومتشاركة معه بالمال وبالفساد، وبالتالي كان شريكا في كثير من المشاريع. وهناك هل تعلمين أن اليمن لا يوجد لديها يعني
بعض المعدات العادية للنفط اللي هي تقريبا يعني ما يسمى حفارات نفط، يعني هي مستأجرة من شخصيات. هل تعلمين كل شرائك النفط التي تعمل في اليوم بأسماء وهمية لأسماء أسر بالتوزيع؟ وبالتالي إذا ما خرجت هذه الشركات لا نمتلك شيئا، نحن لا نعرف كم النفط، ولا توجد ولا 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 يوجد حتى مؤسسة يتم على لديها يعني رفع تحت المناقصات وإعطاء المناقصات، وبالتالي ليس هناك شفافية. بالتالي أنا أسيطر على النفط وأسيطر على المال وعين في القوات في الجيش، وثم حتى أبناء الأرياف أعطي دخول جامعات صنعاء ليس بحسب المواطنة ولكن أبناء المناطق الريفية بمعدلات أقل، وبالتالي أعيد إنتاج اللامساواة. وبالتالي نحن أمام رجل ساعدناه نحن بسكوتنا. ما الذي حدث مع هذا الرجل؟ قوض السلطة والدولة الوطنية، قوضها بمعنى أنه احتكر السلطة. ثم ما الذي حدث مع القبائل؟ تنقل وفقا لابن خلدون من العصبية الكبيرة، عصبية القبيلة، إلى العصبة مع نمو الأولاد، وبالتالي بدأ يتخلص حتى من حلفاء القبيلة، وبالتالي تضررت مصالح حول الناس. ثم بدأ يخلق طبقة اقتصادية جديدة، ثم بدأ يهيمن على المجال السياسي، وبدأ بتفريخ الأحزاب، تفريخ المؤسسات. هنا أنت تشعر. ثم بدأ يتعامل، حقق، لعب دورا في إعلان الوحدة اليمنية، ولكنه قام بتشظيتها اجتماعيا وسياسيا ونفسيا عن طريق الإقصاء، وبالتالي حتى هذا المنجز الوطني. وبالتالي عندما نجي نحاسبه، وهذه سأقولها لملايين المرات، بناء جيش وطني لحماية الدولة، بنى جيشا طائفيا مناطقيا عائليا وأصبح الآن قطاعات عائلية، إلغاء الفوارق بين الطبقات وبين طبقات الشعب، هذه الطبقات أصبحت من طبقة فساد عالية وطبقة رثة. عندما يقول تحقيق الوحدة اليمنية في طريق الوحدة العربية، هو بالعكس حق ربطنا جغرافيا وقسمنا نفسيا واجتماعيا وسياسيا. ثم ما ستة الأهداف، ستة أهداف 26 ثمر كلها قوضها شكليا، لا شكليا، قوضها ولعب دورا معاكسا لها. آخر هدف اللي هو تحقيقها، قامت الثورة من أجل القضاء على حكم الإمامة، سلمنا للإمامة، هذه كارثة في حقنا. وبالتالي الآن لم يسلمنا للإمامة بوعي وقصد. صحيح أنه كان هناك توجه غربي لإحلال الحوثيين بديل على الإصلاح، ولكن عندما كان هذا التوجه تعاملوا مع الوضع اليمني دون مدخل إيران، كانوا يعتقدوا أن كبح سلطة وتنظيم التجمع اليمني للإصلاح سيعطي له إحلاله بالحوثيين كتوازن، ولكن لم يحسبوا هذا المدخل الإيراني في اللعبة. والمخلوع صالح لعب بوعي وكان يريد أن يعود كمنقذ، ولكنه الآن سلم دولته إلى دولة إقليمية عقائدية مذهبية هي إيران، قتل شعبه بسلاح شعبه وبأمواله، يسرب الآن بعض التسريبات أن لديه 25 مليار، وهذا التسريب هدفه التمويه أنه لا يمتلك 60 مليار، ولكن كان في بداية عهده يطلب من الوزراء توفير ويأخذه مباشرة، ولكنه في مرحلة متقدمة أدرك اللعب وبدأ يأخذ الصفقات. هناك صفقات مالية مهولة، هناك معلومات عن مناجم ذهب. بالتالي هذا الرجل لم يكتفي بما أمتصنا من دمنا، لم يكتفي بتقويض جمهوريتنا، لم يكتفي بتشظية الوطن اليمني نفسيا واجتماعيا، بل حاول أن يترفع ويسلمنا على دماء شهدائنا وكل ما كسبناه في بناء الدولة الوطنية وفي التحديث، سلمنا في لحظة للحوثيين وأعادنا للملكية. وهو الآن يعتقد أنه ما زاد اللعب عليه عقدة، لأن عندما تقعد بالحكم لسنوات تصبح عندك شعور بالعظمة وأنك اللاعب الأوحد وأنك قادر، لأنه أزاح علي سالم البيض وأزاح التجمع اليمني للإصلاح وتخلص من الجبهة الوطنية ولعب بالزغمة الزمرة والتغمة، ثم لعب بالجبهة الوطنية وجبهة التحرير، ثم لعب بـ86. وكنت أنا في أحد المعسكرات وكان يتحدث في
الخطاب ويقول نحن مع الوحدة اليمنية وندعو الأشقاء في عدن بأن يلتزموا، ولكن داخل المعسكرات كانوا يقولون استعدوا لهؤلاء الشيوعيين الكفرة المشاعر، خطابا آخر نحن متعودين على هذا الخطاب، يخطب عن المرأة ويقول المرأة شركة الرجل وأن المرأة هي الأم، ولكنه ينظر لها بنظرة دونية، هذا متناقض. يتعامل ويتحدث عن الجيش الوطني ولكنه لم يبني جيشا وطنيا. بالتالي نحن الآن لن نتنازل ولن نذهب لتسوية. أنا أقولها، لم أشعر بالموت ولم أشعر بالانكسار إلا في لحظتين. اللحظة الأولى في 21 سبتمبر عندما سلمت عاصمة الجمهورية اليمنية بذلك الشكل المهين، عندما الجيش الذي كنت أعتقد أنه يحميني هو الذي سلم مدينتي بأمر من هذا الرجل. والأمس في التقرير عندما شاهدت سلاح شعبي بأموالنا ينهب بتلك الطريقة، كنت أشعر كأن أحدا يقتلني بخنجر، ثم هذا السلاح يقتل أهلي في تعز وفي عدن وفي صنعاء، وهو الآن من يقف يقتل به جيش وطني على تخوم صنعاء. بالتالي أعتقد أننا لا نتوقف عند الجانب الإخلاقي، ودعني أكمل فكرة، لا نتوقف عند الجانب الإخلاقي، علينا أن نعد الملفات. أنا ضد الحديث عن المخلوع وأنه المخلوع وأنه شيطان، هذا كلام في المقائل وكلام ليس مكانه هنا. على السلطة الشرعية أن تعد ملفات حقوقية، وبالتالي أنا أرفض من هنا، أرفض التسوية، نرفض التسوية، لن نجري تسوية مع الحوثيين الذين عادوا إلى اليمن بعد صلح 70 وأخذوا نصف السلطة وتسامحنا معهم وأخذوا منح للخارج وأخذوا لأولادهم ورجعوا يعني مارسوا حياتهم اليومية بسلم، ولكنهم كانوا يخططون للعودة إلى 21 سبتمبر. ولذلك يعني والمخلوق صالح هذا الذي كرمناه كان رجل الجمهورية هي التي جعلته رئيسا، الجمهورية هي التي جعلته يمشي على البساط الأحمر، اليمن هي التي جعلته يرتدي ملابس من دار الأزياء، هي التي ذهبت بأولاده إلى لندن، هو الآن يسلمنا ويقتلنا. لذلك نحن نقول للسلطة الشرعية لن نقبل تسوية، هنا التسوية جنون، هنا التسوية عبث، هنا التسوية خيانة وطنية. بالتالي نحن نطالب. لو عدنا لموضوع الحلقة، في التحقيق تم الإشارة إلى تقرير بريطانيا تحدث عن دخول أسلحة الميليشيا عن طريق إيران، أسمائها، عددها، حتى صورها، أين هو المجتمع الدولي من حقائق هذا؟ حتى ظهر بعض الأشخاص المحسوبين على صالح وهم يتحدثون لو كان إيران أمدتنا بسلاح لأعطتنا مضاد طيران بطريقة تهكمية. اسمحي لي أنا كمان أوجه نقدا هنا إلى وزارة حقوق الإنسان وإلى وزارة الخارجية ورئيسة الوفد المفاوض، أقولها بوضوح، وزارة حقوق الإنسان لديها سلاح يساوي وزارة الدفاع، وبالتالي لم تعد ملفات. أنا أتضايق جدا عندما أجد وفد الحوثي والمخلوع صالح يزورون المناطق دون حتى وجود ضغط معنوي على هؤلاء الأشخاص، دون يقول لك رصدنا، جمعنا وثائق. نحن لسنا بحاجة إلى رصد، نحن بحاجة إلى متابعة، نحن بحاجة إلى ملفات بلغة مختلفة. المخلوع صالح عندما نتحدث على الجانب الآخر، إدارة المفاوضات عندما نتحدث الآن لا تجمع ملفات السلاح، لا تستطيع أن ترفع بملفات موثقة ومحددة وتبين أن ما يوجد من سلاح في اليمن يهدد الأمن والسلم الدولي. أقولها بوضوح، ما الذي يضمن أن المخلوع صالح الميليشيات لم يبيع سلاح إلى الصومال ولا أي القاعدة وأي تنظيم آخر، بالتالي هذا يهدد المنطقة. ما الذي يمنع أن هؤلاء لا يستخدمونه في تحقيق قرصنة في البحر في مرحلة لاحقة؟ ما الذي يعني المشروع الإيراني الآن، المشروع الإيراني أهم عنصر لديه وجود سلاح ووجود ميليشيات. كيف يمكن لنا بالمنطق عندما يدير المفاوضات يروح يفاوضوا يقول لك نحن وقعنا، أنا الآن أقول اشعروا بالخجل لوفدنا المفاوض، توقعون على ورقة من بياض ومن أجل أن يكشفوا أن الحوثيين ليس مشروع سلام. نعم، ونحن نعلم أن لديهم صواريخ باليستيك. عفوا أكمل سؤالك، هناك صواريخ بدعم أمريكي بهدف استنزاف السعودية، وهناك نوع من السماح في مرور السلاح. وهذا ينبغي على سلطة الشرعية، لكن لو كانوا يسلموا هذه الأوراق لأحرقوا الأمريكان، يعني هم يسمحون لدخول السلاح، يسمحون ببقى الحوثيين ميليشيات المجتمعات الغربية. مستمر الحروب. دعنا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم سعيد، عضو مجلس مقاومة صنعاء من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. نعم أستاذ عبد الكريم، هل تسمعني؟
نعم نعم يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بك اهلا بك. نود ان تحدثنا يعني عن رايك حول تواصل صالح بمشائخ القبائل، ما الذي لمسه من خلال هذه الاحاديث وكيف كان يوجههم للانضمام للحوثي في مواجهه القبائل كما يقول؟ عفوا الصوت لم يكن واضح، اعيد السؤال استاذ. نعم يعني اود ان استمع لرايك استاذ عبد الكريم حول تواصل صالح بالمشائخ لكي ينضموا مع الحوثي، ما الذي لمسته من خلال الاحاديث التي سربت؟ بالنسبه لما اوردته وثائق في فيلم سلاح المنهوب والتي اثبتت بان صالح هو من كان يدير عمليه تواطؤ القبائل او صمتهم او تعاونهم مع الانقلابيين الحوثيين الذين بداوا نواه الانقلاب من صعدة ثم دمج فحاشد وعمران ثم صنعاء. نعم. لم يكن هذا لم تكن هذه الادله يعني خافيه على كثير من النخب، لكن عامه الناس لم يكونوا يصدقوا ان المخلوع يعني مرتد عن الجمهوريه الى هذا الحد يعني وغادر بالوطن وبالدوله وباليمن برمتها وبالانسان نفسه. بل ان ما كان يعمله صالح في تحشيد القبائل وتنسيق انضماماتهم للحركه الحوثيه المتمرده الارهابيه جعل من صالح يظهر للناس بشكل واضح، حيث كان ان هناك كثير من المغررين لا زالوا يقولون انه بالامكان ان صالح يصبح جزء من المتسامح معه بالنسبه للشعب، لكن بعد هذه الوثائق التي تخرج والتي قد تخرج لاحقا بشكل افضح مما ظهر ستؤكد للشعب ان هذا مجرم بشع حادث مرتد عن الجمهوريه. نعم برايك استاذ عبد الكريم يعني قانون نفسه. نعم برايك هل استوعبت القبيله الدرس خاصه يعني وهناك لهجه مهينه للقبائل استمعنا لها؟ أنا أريد أن أوضح مسألة أولاً قبل أن أجيب على هذا السؤال، بأن القبيلة ليست مع الانقلاب وليست مع الحوثي وليست مع صالح. صحيح هناك قبائل وهناك عناصر وهناك راتب نفوذ مع صالح ومع الانقلابيين، لكن في مجمل القبيلة هي مع الشرعية، هي مع كما رأينا في ثورة 17 فبراير انضمت إلى الساحات بنسبة 90%، وهذا الكلام لا ينكره إلا جاحد وإلا يعني شخص يصر على تشويه القبيلة بشكل مستمر. صحيح أن هناك ثغرات استغلها الحوثي وصالح في توظيف بعض بل والقلة من أبناء القبائل. الإشكالية لم تكن في انضمام أبناء القبائل مع الحوثي وإنما في سقوط الدولة في تسليم المعسكر المعسكرات وسلاح المعسكرات والألوية وسلاح الدولة وأجهزة الدولة وإعلام الدولة والجهاز الأمن القومي التابع للدولة والرئاسة التابعة للدولة. الجميع يعلم أن أبناء القبائل إذا وصلت الفكرة أستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم سعيد شكرا جزيلا لك، عضو مجلس مقاومة صنعاء كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. المعذرة منك لم يعد لدي المزيد من الوقت في دقيقة دكتور عبد الباقي. هذه التسجيلات التي ظهرت الوثائق بالتأكيد ستظهر يعني في الأيام القادمة، ستظهر لنا الأيام ما هو أكثر. كيف يمكن أن يعني يتجاوز اليمنيون مثل هذه الأحداث ولكن بطريقة صحيحة حتى يستعيدوا دولتهم التي سربت؟ أعتقد أننا علينا أولا أن يتم يعني عمل وسائل اتصال لمعرفة مضمون هذا التقرير الأخير للشعب اليمني وللجيش، لكن يتوجب أولا من هذا التقرير دائما لأن أصبحت المادة متوفرة مادة كاملة. ينبغي أن نتحرك الآن على ذراع يعني على مسار حقوق الإنسان وجمع ملفات والتحرك الدولي لكشف الانتهاكات وبالتالي تجميع الملفات. اثنين الآن أصبح الحديث عن تسوية بالشاكلة طرحها والد الشيخ كيري، أعتقد لا يمكن نقبل بعد أن شاهدنا هذا التقرير وشاهدنا سلاحنا وشاهدنا القتل القصد ولدينا الآن دلائل واضحة بتسليم صنعاء وبخيانة عظمى، كيف يمكن لنا أن نتحاور مع خونا؟ كيف يمكن لنا أن نحقق أمن واستقرار وكل هذا السلاح مخفي تحت الأرض؟
كيف يمكن لك أن تسلم كما يقولون نسلم لرئيس انتقالي وهناك سلاح تحت الأرض لدى الميليشيات، وبالتالي سيصبح القرار كما حزب الله، يعني لن يمر القرار إلا من صعدة ولن يمر إلا عن طريق الميليشيات، وبالتالي كيف يمكن لنا ذهب يأخذنا عبد الرب منصور هادي أو كيري إذا وافق على ذلك يأخذنا إلى هذه الفضاءات المفتوحة؟ نحن لن نقبل إلا بتدمير السلاح كامل أو تسليم كامل وعضتهم، ولكن لن نقبل بذلك. ينبغي أن نقوم بمحاكمات، وينبغي أن نتحرك حقوق الإنسان والمفاوضات في ملفات وليس من خلال الخطاب. عبدالباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، أشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.